هل الذين تمت إحالتهم من قيادات العمليات أو قيادات الشرطة هم الذين اجتهدوا بإعطاء أوامر بإطلاق الرصاص الحي؟ الذين اجتهدوا بهذا الأمر تم إلقاء القبض عليهم وتم إحالتهم إلى مجالس تحقيقية، يعني موجودة الأسماء في التقرير حقيقة. أنا لا أريد هنا تقرير منشور في وسائل الإعلام. دول شنو رتبهم؟ تتراوح رتبهم يعني جميع الضباط الذين شملتهم الإجراءات تتراوح رتبهم بين فريق وصولا إلى نقيب أو ملازم أو لا أذكر بالضبط، يعني بين الرتب المختلفة في التراتبية الهرمية بالنسبة للعسكري وقولهم الداخلي. فيهم عدد كبير من العقداء والمقدمين والرواد والعمداء والألوية، يعني هذا لو طلعت على التقرير بشكل مفصل لا عرفت هذه يعني التفاصيل. التقرير منشور في وسائل الإعلام، ممكن لأي شخص أو متابع أن يطلع عليه. أيضا التقرير وتسمية الأشخاص للضباط وتحديد المحافظات والأماكن التي قامت بها عمليات الانتهاكات، يعني هذا الأمر موجود بشكل مفصل.